السلام عليكم وبصحة فطوركم. مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى الحكاية ديالنا تكون نالت الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وهادشي فضلا وليس أمرا. وما تبخلوش عليا بالتعاليق وبالإعجاب بالفيديو وبالبارتاج مع الأهل والأصدقاء. نكملوا الحكاية ديالنا، خليناها في يوسف وهو كيسول هينة على أختو رحمة. هينة خرجات فيها عينيها كترمش بالزربة، شنو زعما هي في قصر السلطان يوسف؟ فيقها من سهوتها غير صوتو اللي زعزعها، راه سولتك فين هي لالك رحمة؟ وانا باش غادي نعرف فين هي اختك؟ وزوينة هادي تاني، هضري مقاد ولا ما غيعجبك حال، وجاوبي على قد السؤال وبركة من الكذوب. عندنا الناس شافوها معك، شوفي عندك جوج حلول، يا تقولي فين هي يا ما غاديش تخرجي حية من هنا. وعلاش؟ علاش يا مولاي؟ مالي قاتلة روح؟ أشوف نقول لك، آه أنا كنت مع أختك، ولكن وقفوا علينا شي ناس، هي داوها وأنا رموني في الواد وضربوني، وانت راك شفتي حالتي. أبارك من الكذوب والتنوعر، راه جابوا لي أخبارك دوك التحريميات ديالك، ما ديريهمش عليا، موصية وحدين يخطفوها باش تطلبي المال والذهب، والله لا كانت ليك. هينا خرجت في عينيها، إيوا إيوا ياك ما عند بالك قاع الناس طامعين في مالك، وزيدون كون كنت أنا من داك النوع قاع ما تصيبني هنا. ختك وخطفوها القطاطعية، وبأذنية سمعتهم بغاو يديوها هدية، ولا ما طيقتيني اللي جاب لك خباري يجيب لك الخبار الصحيحة. وقف السلطان مغوبش وتم جاي عندها، شافته وقفات وتم تراجعة باللور، ما تحشم ما ترمش، شكون هادو اللي داوها؟ هضري تكلمي. بدات كتمتم، شي وحدين لابسين لك حل وطوال وعراض ودايرين التام، كيبان فيهم غير العينين وهازين سيوفه قدك في الطوله. كترمش عينيها وتحنزز فيه، وعلاش داوها هي وانتي لا؟ شي حيله هاديه فليفله، بغاو يديو غنيمه مدخمه مشحمه، اش عندهم ما يديروا بالدجاجه كتعرف عاد تصيح وتلعب برجليها. حدهم ضربوني وفي الواد لاحوني، انتي السبب، بسببك اختي رحمه مخطوفه ومدوزاها من طريق خاويه ما فيها حس بنادم، وبغيتيهم يقيلوها، دابا شنو ندير فيك؟ شنو؟ صغرات في عينيها، ومالي انا نهار وما طال وانا كندور في ديك الطريق عمر شي واحد ما قاصني ولمسني. وزيدون ياك انت حاكم هاد الدوار، انت اللي خاصك تعرف شكون الداخل وشكون الخارج. خلاوها ناس زبان اللي ما يخيط كساتو ويطيب غداتو ويحلب شاتو موتو خير من حياتو. نقز على دراعها يوسف والواهلية حتى غوتات، اسمع هذيك الجمله غتسدي عليا فمك وما نسمعش كلامك، نسيتي راسك فين ومع من كتهضري؟ كبر لك الشان والمرشان، وعدتي حتى انت تهضري وطوال لك لسان. انا ما قلت غير اللي كاين، والخوف من الله سبحانه، اما العبد بحالنا بحاله. بدا كيهضر من تحت لسانه، حلي ودنك مزيان، دابا غنخليك تمشي في حالك، ولكن بحال هاد الوقت غدا تكوني هنا، تفكري في شي حيله تحلي بها حريرتك، وما كاين قدك اللي غادي يلقى اختي رحمه، ولا نغبر لك الاثر كيما غبر ليها. هنا بدات كتطور عينيها، كيفاش نلقى حيله؟ ما فهمتش، واش انا اللي خونتها؟ وراه الباطل هذا بعيني هودني، ماشي سوقي، كيما توضرات بسبابك غتلقيها. وسال الكلام، وياك انت هو السلطان زعما، علاش اللي ما تلقاهاش انت نيت؟ علاش انا؟ ولا السلطان غير بالفم، اما الشان والمرشان والهمه مشات مع سيادنا الوالا. هينا بنت تاجر علال، والله قسما بالله وما تلقاي حيله لجرتك، وترجعي اختي رحمه غير قراي على روحك الفاتحه، قبرك غنحفرو بيدي. وقولي مولاي السلطان قال، يلا خرجي عليا برا. رجعت هينا بخطوات اللور، فتحوا ليها الحراس الباب، غير شافت السلطان عطاها بالظهر طلقات رجليها للريح، تجري وتقول ما جرات، ما تلفتاتش وراها حتى قربت لقدام الباب، وقفات وحطات ايد على الشجره وايد على قلبها، تحنات كترجع النفس، حسات بروحها غادي تسحق، عيات ورجليها فشلوا عليها، هاد النهار عمرو ليها لا يتنسى. بلات فمها وهزات راسها وكملات الطريق لدارهم، حطت يدها على ايد الباب اللي من نحاس، دقات جوج خطرات وراها تفتح الباب، وطلات حليمه براسها اللي غير شافتها تخلعات،
وما عرفت باش تبلات ولا تضرب في خاضها وتولول. أويلي استغفر الله، خرجتي سالمة غير ما رجعتي ليا خنفوسة غاملة. ياك لاباس، شكون دار فيك هاد الحالة؟ وغير خليني أمي ندخل بعدا نرتاح ونعاود لك كل شي. دخلات هينا جلسات على السداري اللي منو للزربية وتكات ومدات رجليها ترتاح، حاسة بمها واقفة عليها بحال قباض الروح كتسنى فيها تعاود ليها شنو واقع. وراني سايرة نتسنى فيك تهضري، شريبة ديال مامي على وقفتك. مشات حليمة خوات ليها كاس ديال الما وجابتو ليها، نزلت عليه دقة وحدة بحال إلا ما شاربة الشهر. والراحة وارتاحيتي والما وشربتي وشنو بقى مازال؟ عارفة كمي ما كتصبريش الأمر وما فيه. عودت هينا لمها كاع اللي وقع من الأول للأخر من غير الشدة ديالها في القصر وكلام مولاي السلطان الغالي. خلات حليمة تولول وتضرب في خاضها. ها اللي قلت، شفتي طرق خد السلطان قلتها لك، ولكن انتي ما كتصنطيش وما كتحرميش. إلا ما صيفطتيني القبر ودخلتي للحبس ما غترتاحيش. بحال برودية قلب هينا ما كينش، الهم ديالها هو أنها رجعت للدار. واخا قلبها ما هانيش، ولكن إلا بغات تفكر خاصها تتاكل وترتاح عاد تعرف ما تدير. صافي أمي، دابا اللي عطى الله عطاه، واللي زلق جا على عين كفاه. ما عندنا ما نديرو، ما عند الميت ما يدير قدام غسالو. وشنو غديري إلا ساق السلطان الخبار باللي انتي مع من كانت ختو؟ نصدقو في سينوجيم؟ بغيتي تدخلينا الحبس أنا وباك على خير يامنا؟ وأمي بارك الله يعطيك الستر، علاه غير أجي ودخل الحبس؟ على الدنيا سايبة؟ وهات عاود نصارى، أنا غنوض نبدل عليا ونغسل حالتي ونعش شوية نرتاح ما تفيقينيش. ناضت وخلات حليمة كتغلي. أويلي أويلي على برودي الدم هاد البنت، يا ربي يا ربي تجيب ليها شي ولد الناس اللي يهد حيلها، يا ربي تهنى ونتهنى منها حتى أنا. أما في القصر، أمضرة موسى أش من خبار جبتي؟ مولاي البنت مشات لدارهم نيشان وكيبان ليا هضرتها صحيحة، حيت على ما سمعت في القبيلة اليوم في السوق كانوا كيهضروا على شي عصابة كتخطف نسا وكتديهم هدية. دار عنده يوسف مغوبش. شنو زعما كلام ديك اللف عد دميمة بالصح؟ واختي تخطفات؟ خت مولاي السلطان تخطف في ضو النهار؟ ما يمكنش يا موسى، غير تهدينا مولاي ضروري ما نلقاوها اليوم قبل غدا وقبل ما تشرق الشمس. دابا موسى دابا، ماشي حتى تشرق الشمس، وجيب لي القايد ديال الامن في القبيله. واخا نعم مولاي. مشى موسى ويوسف كيتغدد يلا غيخرج يركب على عودو ويمشي برجليه يقلب حتى دخلت بمولا لاغيتا. ولدي ياك لاباس، شفت موسى خارج الزربان وهضرتكم كتسمع من عند بالعمان، شنو واقع؟ يوسف كيحاول يبين باللي راه مهدن. والو الميمه غير شي صداع نايض بين شي ناس وكنحاولوا نلقاو ليهم الحل، هذا ما كان. ايوا مزيان، جيت بغيت نسولك على رحمه ما شفتهاش. وحلات ليه الهضره. مي رحمه جات عندي الصباح وطلباتني تمشي لعند عمتي شويه حيت رسلت ليها مرسول يجيبها. غيتا غوبشات، ما يمكنش، وانا ما قالت ليا والو. راه كانت غاديه تقولها لك، غير انا وقفتها وقلت ليها ما كاينلاش تفيقك وانت عيانه. ما عرفتيش امتى غترجع؟ جاوبها بلا ما يحس، على حساب الوقت اللي باغيني نرجعوها فيه. كيفاش زعما؟ بغيت نقول ليك زعما الوقت اللي تلقاتها عمتي عرفتيها كتشم فيها ريحه با. واخا ولدي ايوا على الله ترجع دغيا. امينه الميمه، هادشي اللي كنترجاه وكنتمنى. خرجت لاله غيتا من عند السلطان، غير غابت على العيان. خرج موراها زربان تابعو موسى كيسول فيه فين غادي، ما بغاش يجاوبو. دار عمامه على راسو شويه تفكر شي حاجه، رجع عند موسى. بغيتك تسول كاع الناس واش شافو شي غريب في القبيله، بغيت نعرف اي حاجه وقعات من البارح اليوم. وياك شي واحد يعرف باللي السلطانه غايبه على القصر، اللي سول قول مشات عند عمتي للقبيله الثانيه، مفهوم؟ ويلا جا القيد خليه يتسنى حتى نجي. ركب السلطان على العود ديالو تاج وخرج من باب القصر، البركان شاعل في دمه، ما عارف فين يمشي ولا يجي. شكون تجرأ وخطف ختو؟ ما خلى بلاصة، ما خلى قنت، ما بغاش يخلي الناس تنتبه ليه وتهضر عليه ويقولوا السلطان وما دايرش خدمته. هاد الزواج خلاه يغفل على شكون تجرأ ودخل لقبيلته،
وخطف اختو. ما رجع حتى غابت الشمس وظلام الحال، رجع عرقان وحالته بتقلب. وقف العود ديالو وربطو مع الشجرة بعيد شوية من القصر. جلس وداري يدو على راسو كيخمم، فين غتكون اختو وشكون مول هاد الفعلة؟ إلا عرفو غيدفنو حي. تنهت نهيدة طويلة ونطق بهمس، فينك اختي رحمة فينك؟ شوية سمعت خرشيش وراه، جمع الوقفة وداري يدو على سيفو كيتسنى، حتى كيبان ليه راجل كبير ولحيتو بحال بيضها عمر عينو شافتها. لباسه طويل وهز واحد الشكارة خاشي فيها ايدو، وكل مرة كيهز منها شي حبوب ويلوح بحال الا كيوكل الحمام. النور على وجهه ساطع، تبسيمتو كتصر العيان، كيتمشى بشوية وعينيه مغمضين، اللي شافو يقول هذا عمى. بقى غادي شوية وقف ودار جهة السلطان، تبسم ونطق، شفتك مهمومة ولدي وهم الدنيا مهزوز فوق كتافك بحال الجبال، طلقها تسرح وديرها في يد الله وترجعها، مرادك غادي تلقاه وفي أحسن حال، ولكن لا تعفر، حيت إيد وحدة عمرها تصفق. دير يدك في يد مولات السالف اللي بسالفها متلف الشاب والشارف، هي مرادك وهي اللي غتلقى لك الحل والحيلة، وبشورتها غتسوق السفينة وتوصل لبرلمان وتلقى لالا السلطانة بنت السلطان. إيه قال هاد الكلام ورجع كمل طريقه. يوسف ما فهم والو وبقى كيتعجب الكلام هاد الشارف، شوية هز راسو وتبعو باش يوقفو ويسول، ولكن ما لقى غير الشجر والربيع، عيا يقلب والو بحال الا سلطاتو الارض. رجع يوسف بخطوات اللور وهو كيفكر في كلام هاد السيد، شكون هذا وشكون هاد مولات السالف وكيفاش عرف باللي رحمة مخطوفة وهي على من كيقلب؟ الجواب على هاد السؤال لقاوه غدا ان شاء الله في الحلقة الماجية. دمتم في رعاية الله وحفظه.